أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس الانتقالي في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم. وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت ونشرتها وكالة رويترز أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن تتجنب أي مفاجآت بشكل عام. وأضافت أن تهديدات العدوان على البلاد صارت محسوسة بشكل متزايد.